بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن سنة الفجر لها سنة خاصة. أول سنة وهي التخفيف عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين الأذان والإقامة من صلاة الصبح، وهذا الحديث متفق عليه. السنة الثانية وما يقرأ فيهما، كان يقرأ في ركعة الفجر الأولى سورة البقرة آية 136، وفي رواية أخرى سورة آل عمران آية 52، وأيضا في أواخر سورة آل عمران آية 64، وهذا الحديث رواه مسلم. السنة الثالثة وهي الاضطجاع، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه اليمين، وهذا الحديث رواه البخاري. فعندما تصلي ركعتي الفجر في بيتك حاول أن تضطجع بعدها أو لمدة دقائق يسيرة حتى تصيب السنة، والله أعلم.